الو، هلا اخوي، ها مخبر خير؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حين هيكم انا، يلا في مره. ماشي ماشي. ليش صاير داقين عليك المخفر؟ والله ايش دراني انت، خبر راح اشوف ايش السالفه. الله يستر. لا حول ولا قوه الا بالله. ويا الله يستر. خل ادق على قاليا اقول لها. وش اخوي، عندك موظفات يشتغلون بمشغل؟ ايه عندي موظفات يشتغلون بمشغل زوجتي، حطيتهم على كفالتي وهم يشتغلون عندها. احنا صدناهم، ها يشتغلون بمطعم. ايه وهم على كفالتك. ايه حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. يعني والله شو اسوي اقعد اراقب الحريم انا يعني؟ والله وما الحين موظفات عندنا يخلصون دوامهم يروحون يشتغلون مكان ثاني، انا ايش بسوي؟ ايش بيدي يعني انا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. زين الحين ايش المطلوب؟ الله يسلمك. يا ربي يا ربي يا ربي، شو اسوي بعمري؟ شوفكني من حنته الحين ولسانه، شوفكني ما عليك منه. خلاص انا اعرف له، خلي علي انا اتفاهم معاه. يا يما ايش تتفاهمين معاه؟ هو مهددني محذرني قايل لي انا مالي شغل بشي، وانا شوفت عينك من مصيبه لا مصيبه. يا ربي شو اسوي بهالولوه؟ يا ربي شو اسوي بهالبلوه؟ يا ربي يما يا يما. زين اللي شرفتي، مو انا ما اشوفك الا بالمشاكل ولما تطلبين فلوس. اهدى يا ابو عبد العزيز اذكر الله. الف من ذكرى ان شاء الله. انت تدرين ليش طالبيني المخفر؟ ها ويعاه، طالبيني علشان موظفاتك اللي منحاشين من عندك ورايحين مشتغلين بشركات ومكاتب ثانيه وانا بدفع المخالفات. وي سود الله ويوهم. انا حسبالي داقين عليك يقولون لقيناهم. لا والله، وليش ما قلتي انهم منحاشين عشان اتصرف؟ انا ايش عرفني؟ ما افتهم بهالسوالف. ودامك ما تعرفين ليش بتصيرين بزنس وومن وتفتحين بزنس؟ انت ما تعرفين حق السوالف بس عشان تسوي لي مشاكل. اوه عاد خلاص، بس سكتي حلطم تاكل قلبي. لا مو خلاص اقول لك يعني مو خلاص. تدرين الحين منو بيدفع تذاكر هذول؟ انت طبعا. اكو غيري انا اللي ادفع. كل ما يجمعك لي بيستين بالبورصه اروح اصرفهم على مشاريعك الفاشله هذه. خلاص يما، بس خلاص بيع هالمشغل، ما نبي اي شيء من وراه. وانا يعني شيء منه يما؟ ما شفت شيء. وما راح يشوف لنا شيء. انت من باكر لازم تنزلين اعلان بالجرايد علشان تفكينا من مصايبك ومشاكلك هذه. بموت انا منك. زين خلاص بتحط اعلان بتبيعه. ما بداني اتهنى فيه، ما بداني. انت بعد انت وي تجاره اصلا، لا من المشغل ولا من الصالون، بس قعدي في البيت احسن لك.